macchina autogrill. Quindi poco tempo fa eravamo ancora in autostrada, un po' di coda ce n'è, ma non tantissimo. Però pian pianino, dai. Ok, è uscito un po' di sole, adesso sono messi lì nel parcheggio. Quindi si va già un tavolo che potrei guardare finito hatta دفنت قوله إن قوته هي المسؤولة عن غارات استهدفت قبل يومين ميليشيات فجر ليبيا المتشددة. وكانت ميليشيات فجر ليبيا أو ميليشيات مصرات المتشددة أعلنت سيطرتها أمس على مطار طرابلس الدولي واغتنمت أيضا كلا تطورات من هناك. ينضم إلينا النشط الميداني بيبرس التلاوي. مرحبا بك معنا. أهلا بك يا على تحية لك للجميع المستمعين الكرام. طبعا نحن اليوم على الأرض ما زلنا نشهد هذا التصعيد من قبل قوات النظام، فيما أن الاشتباكات منذ ساعة الصباح لحد هذه اللحظة تدور على أفراح خريط الحولة قرب المشتاقين في رياض الصالحين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله. عدنا إليكم أحبتي المستمعين والمستمعات بعد هذا الخلل الفني الذي حصل، فنعود إلى bagaglio sportivo e possa essere d'aiuto anche per il futuro e per affrontare con ancora più determinazione e sicurezza le Gato.